جرام الحوش والدار 2000 ليرة. ال 2000 ليرة 1000 كيلو 1000 زوج كيلو. فلو هو 700 ليرة أو نعم 700 ليرة بتتقسم من 2000 ليرة ولا يعني وصى بمعنى كده بسيط وفاته؟ نعم. انه 2000 ليره من العقار. له 2000 ليره من العقار؟ نعم. العقار لمين؟ له، لكن هو اوصى من ثمن العقار ب 2000. نعم. 1000 له يعني انه يتصدقوا عن روحه بعد وفاته. ويطالبوا فيها. نعم، فلو في غيره في 700 ليره. ايوه. ال 700 ليره كان عاطيه الاوفر ولا لا؟ ايوه. فهي تعتبر من المبلغ الوسطي؟ لا. هذا حق الورث. نعم. هو وصى فيها بتقول انت 2000. نعم. فاذا كان دول من اعتبرهم له معناها صاروا 2700. ال 2000 اللي وصى فيهم هذول اللي هو على ما يرى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا يتصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي يعني يجوز يشتري فيهم سلم البقرة ويذبحوا البقرة ولا يجوز من السلام خير اللي طلعوا فيها هذول 700 عملية فرق وجمع 700 من 1000 تبعه في بعض 300 ف 300 هذا عم نحكي هو مو اوصى ب 2000 اذا بدنا نحسب بدون 700 له صار له 2700 هذول يسووا فيها يعني واكلوا مني كمان منك. اخ وهن اكلوا باسم ايش بقى؟ باسم انه عبدوا هالفقراء الفقراء بياكلوا اما هن بياكلوا شو؟ اكلوا هن ما بجوز ياكلوا. والله عم يتعبوا يعني لا ما تفهم. لا وصية الوارث نعم. Thank you.